الخير من وسط العاب. خاطر مرة ثم الناس بالنسبة لهم مناسبة رمضان ياكلوا كيما بوتيتر ناكلوا احنا في وسط العاب. دوك الناس هذه ما تحكي لهاش على التبذير. احكي لها على الحلول نتاع ارتفاع الأسعار، احكي لها على الحلول نتاع المواد اللي مش موجودة. الدولة شو محضرة للناس هذه على الأقل؟ يا سيدي احنا نجموا نشري ونجموا ما نشري وشو نكبسوا السنتورة 30 سكوندة خلينا نسمع. ميساج أغزر هذايا تعرف كيفاش تغلبوها؟ ما تنجم تغلبوا كان وقت اللي تلقى حاجة غالية ما تاخوهاش. يا ولادي كي تراو الحاجة غليت ما تاخذوهاش. كل شيء يا محمود، كل شيء اسمع، كل شيء. كان تو نسمع في الموز ب 5000، ان شاء الله تصدق الحكايه وسير سير تيران. راه تشري في كيلو الموز 15000 وانت طالع. تعرف علاش؟ على الحمرا ويخلط 45 دينار. تحب تجيبوه ب 5000؟ شو جيبوه البنقردين؟ نحكي يا صديقي، جيبوه الموز ب 5000. الكل عندها مشاوت البنقردين. لا دولة تمشي تجيبونا البنقردين. دولة تولي تشري، دولة تجيبونا البنقردين. يا رفيق على الموز برحمة والديك، والله سألت خضار معناتها فيه خليه يقولوها منطقة شعبية. قلت له شكون يشري الموز ب 15 و18 ورحمة بابا طلعش؟ قال اي قال نقول لك قال لي اللي لاباس عليهم ما يشريوش، وقال لي الناس العاديه هما حرام عليك هما اللي يشريو. زاد انا نمشي مع جور جوا محمود في حاجه خويا رفيق ربي يبارك لي، راهو برشا تبذير في رمضان. نوصلوا حتى العباد تطيش الماكله حاف، معناتها بربي ما يلزمناش نبذروا بلا برانسيباليزي وبريكا وشربه الواش ثلاثه اوطه واربع اوطه. وكل العباد هبت دي ستاتيو فيسبوك، هبت على سناب شات، هبت على انستغرام، هبت بارتو محمود باش نهبطوا، هبت قاعد تنشط في الموضوع هذا. وصل الفكره للناس وللي فانز نتاعك وكل شيء. هو اكتيف ذا اللي على سناب شات، اكتيف دي سناب شات حتى من بيدور عتيف. هي كلمه كلمه سندريلا. انا بالنسبه لي والله كل عام نعاودوا نفس الحكايه ونعاودوا نحكي والوعي ولازم ما نبذروش وما نعرفش ليه. حكايه فارغه معناها حبينا ولا كرهنا، الناس الكل هذاك ويجي رمضان الناس الكل تحب تشري تحب تقضي. اللي يخرج قبل شقان فتره يبدا يتشهى، يمشيوا بنظريه حاتم بالحاج، اللي يحب يقضي يقضي بعد شقان فتره كيك. انت ما تجيش يقضي ويشق في فتره، لا حد مخلك نقضي وبالليل. اما انا بالنسبه ليا حاجه ما نقضي شيعان حاجه بركه. اللي حاجه تلقاها غاليه خويا قاطعها، حاول انت ما تشريش بنان. اخي احنا لازم ناكلوا البنان. انا بالنسبه لي ماهوش حاجه ما نعرفش، ماهوش حاجه لازمه اوبليغاتوا. البنان سي ان اكزامبل على حاجات حكيت فيهم ساعات المسؤولين وبعد سور تيران ما لقيناش هذا يطبق. درنا على البنان ب 5000، ما لقيناش كيما في وقت ما درنا على التفاح ما نعرفش قداش وما لقيناش. وحتى كي طاح للسوق اللي تحكي علينا لقاو التفاح ماهوش دو كاليتي، ما يتاكلش ليميتك اللي كان. واللي قلتو انت رفيق البارح المنتج المستهلك نقاط، وينهم بربي نقاط هذوك؟ هو رفيق علاش ديما يقعد كان الزوال يخلص؟ في وسط العام نقولوا له ضحي، في رمضان نقولوا له ضحي، في العيد نقولوا ما نشريش العلوش، في درج شنو كيفاش عايش مسكين وك صغيرات شي عامل لهم وك الطويول اللي بجنبهم وعائلتهم راهو ما نجموش. اليوم على الحد الادنى احنا نحكيوا على الناس، راهو يعلم بها ربي باش تعمل الحد الادنى. الناس ولا تشري في جناح نتاع الدجاج اكثر من اي حاجه اخرى. راهو لازمنا نفهموا الناس الزوال كيفاش عايشين. منظمه الدفاع عن المستهلك راهو تحدد قفه التونسي ب 70 دينار. اليوم نحكيوا على 70 دينار القفه اليوميه بالنسبه للعائله باربعه من الناس. نجم يقولوا لي اكزاجيري شويه، وي بوتيت نتيح شويه يا سيدي، باقي غالي برشا معناها، باقي غالي برشا. وي يا ودي خلي المنظمه تقدر تقرر اللي تعب تقرر. اسمعوا كلامي انا، ما تسمعوش كلام اللي قاله لكم. أيه. برا شريو برا شيخو شهر ذا يا راهو ربي اترهنوا اترهن يا اخي اترهن يترهن باش يمشي باش يعوم لي في البيسين ولا في كذا. يا ودي شيخ على طبقة اللي ما عندهاش يمشي الطبقة الزوالية يا اخي ما يرهنش روحه مسكين باش يمشي. شنو ما يمشيوش؟ عاد بالكش انا نسكن في المريخ، انا نسكن في كارتاج 2 متر 2 متر دو 5 ديسمبر ما عليناش. يرهن روحه باش يمشي للوتيل وباش يمشي للبحر وباش يمشي كولو وشبعوا شيخو شهر هذايا تاع عبادة. صحيح أول حاجة كولو شيخو فما شرط راه الشرط الوحيد اللي انا نحب ننزل عليه وانه يلزم السلعه تدخل المارشي دو جرو. السلعه كلها تدخل المارشي دو جرو وتخرج من المارشي دو جرو، مش المارشي يدخل له كان 20 ولا 30% برك. هو راهو الاستهلاك في رمضان ثقافه تونسيه عندها مئات السنين، وننصحكم اقراوا اللي كتبوا على الدعاجي واللي كتبوا الغرايري، راهو من السنه عندها 150 و200 سنه. استنى 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 لان قراوا توا قبل رمضان مازال عندك نهارين. بالحق تقرا التصرف واللهفه وكل واحد هذاك موجود في ثقافتنا، مش اللهفه نحن نعيطوا لها لهفه خاطر
بلوز وما اما الشهاوي يا ولدي راهو كل الشعوب عندها اوقات عندها تحب تتلم الكل مع بعضها تحب تاكل مع بعضها والاكل المجتمع عنده بعد اجتماعي راهو كي تاكل مع عائلتك كي تاكل مع اصحابك كيما مثلا القور وقت اللي يجي راهو نويل والداند والدندون سي سكري ما شبهش بنويل والدندون معناه يغلى برشا يا رفيق والعبيد والترانسبور الطياره تسكرت الطيارة تولي ملتيبليه بارسيس معناها لك سوسيتي دو كونسوماسيون سادابت للتصرف الاجتماعي للعادات الاجتماعية على ذلك نحن ما نجموش نمنعوا الناس من الغشة من خاطر ميسرة وقت الميسرة توريت الأسعار ذي كل عام يحدوا الأسعار وكل عام الأسعار اللي تسمحهم في الراديو مش الأسعار اللي مش تلقاهم في المرش وقت اللي دولة تولي حريصة زادا ما نجموش حريصة باش وقت اللي تحب تراقب الأسعار والغشة في شهر التونسي يمشي فيه برشا للماكل يمشي فيه برشا للمرشي وتدخل في الكاليتي دي وجودة الحياة ما تنجمش ب 400 و500 مراقب تراقب اللي عندك الكل يزمك تنفستي باش تحسن وتضمن جودة حياة للتونسي باش كان يقولوا لي اللحم ب 10000 نهبط نلقاه ب 10000 كي يقولوا لي الموز بدينار نهبط نلقاه بدينار اذا كان انا نقول وبعتهم 400 مراقب على 800000 حانوت في 24 ولاية سي توتا في نورمال ماني باش نلقي حتى شيء مطابق للكلام اللي قاعد يتقال وباش ننهي معاش قارنا مع الأمم الأخرى في الداند وثانكس تيفيك ونويل احنا مسلمين ورمضان وكذا اخلك اوكي بيبي رفيق خرط عليك والله بلي اخذي البرنامج مع أميمة اخذي البرنامج اوكي بيبي وكيزم هو أميمة شي سير كالدندون نعم يلا سيدي بوصل معكم الرحلة نرجع لكم بعد الفاصل ولكن واحنا نحكي على رمضان والشهاوي والحلو نحكي ولكم على شمية بابيون هما يقولوا لها شماية واحنا نقولوا لها بابيون رمضان على بوابك يقولوا دقلة في شقة الفاتر وزينة سحفة الكريمة والكسكروت الحلو وقت السحور نقولوا بابيون شمية بابيون حاضرة معنا كيما كل عام بعزل المنتوجات من شمية بالفاكهة للشمية تختيني للطحينة باش تبنن المالح والحلو وتزيد تربحكم كل يوم ان بون دشا دو 300 دينار 300 دينار وان لو دو برودوي شمية بابيون يكفي انكم تجاوبوا على تشنشينا بكلمة واحدة كلمة هي اللي تربحك وتحلي نهارك مع بابيون هما يقولوا لها شماية واحنا نقولوا لها بابيون نعود بعد الفاصل موصل معكم بالأخبار صباح الخير تونس أبدأ صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا أنا إيمان ساكوحي من الاثنين للجمعة من الستة للسبعة متاع الصباح ديوانا فام صوتكم الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح رفماك رفماك مني للجمعة من السبعة للتسعة ونص خلي صباحك كول خلي صباحك رفماك ضحكتك كبيرة وغلا عمركم وطي مرخا بارو موسيقى ودمار واش قالوا الستار الكل معنا ديوانا فام صوتكم مرحبا بيكم هل اختص سعيد فرحان برشا 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 جعفور دو روتور ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتىش النص نهار باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فام من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتىش النص نهار الحاضر يبلغ الغايب ديوانا فام صوتكم هنا آخر الأخبار والتطورات هنا أهم الاستضافات كالعادة كل نهار مثل الجمعة في هنا تونس من نص نهار للماضي ساعتين هنا تونس مع معز بن غربية نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم جرائم متسلسلة جرائم منظمة جرائم عاطفية وسياسية وغيرها باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف نهج التريبونال والدريبة
تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية، كل يوم من الاثنين للجمعة من 3 إلى 5 متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر. ديوان فام صوتكم. أهلا وسهلا بكم في ديما لاباس. ديما لاباس سيغ ديوان فام من 5 للسبعة متاع العشية، برشا ضحك وذمار، آخر الأخبار والتصريحات مع نوفل أي توت ليكيب، وخليك ديما لاباس. حقائق التوا متكشفت، أحداث التوا متفهمت، وملفات عمرها ما تحلت. باش نحكيو مع مسؤولين خذوا ونفذوا القرارات، والشخصيات عاشوا الكواليس الخفايا والحيفيات. ضيوفنا باش نفهموا معهم اللي صار ونكشفوا بهم الأسرار، وكل حرف وكل كلمة تتقال على مسؤوليتهم. على مسؤوليتهم. على مسؤوليتك، البرنامج اللي يكشف الحقائق ويحل الدوسيات. كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع العشية على ديوان فام، معايا أنا سماح مفتاح بكل حياد وبكل مسؤولية. ديوان فام صوتكم. كل ما يهم التوانسة، أهم الأحداث والأكتواليتي في 60 دقيقة، معايا أنا ودلو الغمي من 2 للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. ديوان فام صوتكم. كل ليلة من الاثنين للجمعة، معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام. ديوان فام صوتكم. ويكاند على الكيف، ويكاند معناها الصبحية تحلى سيغ نوزانت، تبع التراند والأكتواليتي والنوفوتي، وخلي الويكاند على الكيف، معايا أنا عفيف الغربي كل سبت وحد من 6 لل 11 متاع الصباح. ديوان فام صوتكم. صعبت عليك الأرقام والمؤشرات؟ تخلطت عليك الأمور وما عادش فاهم شكون صحيح وشكون غلط؟ تحب تسمع حوارات في العمق مع أهم الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين؟ موعدنا يتجدد، معايا أنا أنيس مرعي وكامل فريق ديوان البز، جمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق. 7:55 دقيقة، موصل معاكم الرحلة، موصل معاكم في الرفماق، نحكيو على جديد وجديد يجيكم من عند لوبتي باري. لوبتي باري 10 دايما، وقاية البنة وقاية لوبتي باري. لوبتي باري 63 سنة من الصنعة والاحتراف في منذ طماطم المعجون والهريسة. اليوم تمدكم وتودكم بالمنتوج الأهم تقريبا في عصر السرعة، في عصر الفلف، في عصر الزربة، في عصر التيك تاك. يحذر عشيك، ما قولك في هذا يا برنس؟ أو بس نعطيك بيت شعر أنا أخوي، تحبه وحاذري بيت شعر. شكشوكة 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 بريحة زمان، في ومية الطيب عوان. الله الله هاي مشيوا معايا الله خاطر نحب هذه. لف لف تهنى وتمان، لبتي باري صنعة فنان. يا الله حشوش زيدك الهروس الزمني، منتوز ياسر عجبني، ترميه في كل مونة البنة، 10/10 مضمونة. يا بابا سلطة مشوية مقدية، فكرتوني في الطبيخ هذا يرجع له. سلطة مشوية مقدية فلفل طبيعي 1000%، حصيله زايد ما تخمن فيها كان هي. نحكيوا على لوبتي باري، تسبيك على يا معلم كي سلكتها. انتو ماني تسمعتين شاركوا في الجو، ساوروا لنوسات انتاكم اللي تعملوا فيها بمنتوجات لوبتي باري، ومعاهم لبرودوي ظاهرين، وهبتوهم على صفحة الفيسبوك lobtiparis.com.tn في كومنتير على بوست كونكور الديوان الاثنين الجاي. ان شاء الله احسن ثلاثة تساور تختارهم لوبتي باري، تربحهم تروى بوندشا قيمة البوندشا الواحد 150 دينار. لوبتي باري 10 دايما، لوبتي باري 10 دايما. يلا سيدي موصل معكم الرحلة، نمشيو لمصرف الزيتونة، وغدوة خير نختموا ساعتنا الأولى بالبوزيتيف فايب سوا بجرعة الأمل اليومية مع مصرف الزيتونة. حاولوا نختموا بجرعة أمل اليومية. من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
مرحبا بيكم. هل اختص صعيد فرحان برشا 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 برشا. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 تاع الصباح. ديوانا فام.